السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله يلقاكم هاد لا فيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه يا رب. اليوم باذن الله غنشارك معكم الطاجين ديال الدجاج بالبطاطا والزيتون اللي كيجي معلك ولذيذ وسهل في التحضير ديالو. درت الطاجين ديالي فوق النار وضعت فيه جوج حبات ديال البصله اللي متوسطين في الحجم، قطعتهم قطع صغيره، ضفت كذلك قطع ديال الدجاج. بالنسبه للقطع ديال الدجاج كيبقى على حسب عدد الاسره ولا حسب الاختيار ديالكم. ضفت كذلك جوج فصوص ديال الثومه كبار محكوكين والقليل ديال اللب ديال الحامض، ملعقه صغيره ديال السمن الحار، ودابا غنضيف واحد الوريقه ديال الرند او ما يسمى بورق سيدنا موسى، وغنضيف التوابل. بالنسبه للتوابل عندي واحد نصف ملعقه ديال الملحه، نصف ملعقه صغيره يعني كافيه، كيف ما شفتوا عندي الحامض المصير، عندي الحار، كذلك قطع ديال الدجاج مغسول اصلا كنكونوا مرقدينه في الملحه، كذلك في الاخير غنضيف الزيتون حتى هو كيكون فيه الملحه، يعني نصف ملعقه ديال الملحه راه كافيه. بالنسبه للتوابل الاخرى ضفت كذلك واحد راس معلقه ديال الابزار، ملعقه صغيره ديال السكينجبير، ملعقه صغيره ديال الكركم، راس معلقه ديال التوابل ديال الدجاج، وكذلك واحد راس معلقه ديال القرفه. غطيت على الطاجين ديالي ومن بعد غنحلو على ما يغليو ليا هاد المكونات مزيان. ودابا غنحاول عفوا ندخل هادوك التوابل في الدجاج بهذا الشكل، هذا ندي ونجيب بهذا الشكل، نحاول هادوك التوابل نخلطهم مع البصله وفي نفس الوقت ندخلهم في الدجاج. يعني كيف ما شفتوا يعني واحد الطاجين اللي ساهل ومحبوب، المغاربه كلشي كيعشقو، سهل في التحضير ديالو، كيجي بنين بزاف. كما شفتوا انا ما درت لا ما لا والو، غير البصله كطلق الماء ديالها، يعني نحاولوا، انا ما درتش في الطاجين الماء نهائيا، نتوما حاولوا ما ديروش فيه الماء ولا على حسب الطاجين ديالكم. بالنسبه ليا انا راه من الاول درتو على نار مهيله، الا درتو على نار مهيله راه ما غاديش يشرب لكم الطاجين. ضفت دابا القزبر، قزبر ومعدنوس كانوا عندي في المجمد، ضفت القليل، تحرك واحد التحريكه خفيفه، ودابا غنضيف البطاطا بالنسبه البطاطا مقطعه على هذا الشكل، هذا شكل طولي، يعني كتجي هكا في الطاجين ما احسن، غنمشي كنستفها في الطاجين بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للكميه ديال البطاطا انا هنا درت 3 ديال الحبات ديال البطاطا كبار، وانتم كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما استفت بطاطا غناخذ واحد الحبه ديال الفلفله حمراء نديرها من الفوق اللي كتبقى اختياريه. غنضيف كذلك واحد القطع ديال الحامض اللي حيدت ليهم اللب اللي درت مع الدجاج، وما هادو ما قطعتهم على 3 ديال القطع وضفتهم من الفوق. دابا غنضيف زيت المائده، ضفت مقدار واحد 4 كاس ديال زيت المائده، وضفت كذلك واحد مقدار واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغنغطي الطاجين ديالي ونخليه حتى يطلق ليا الماء ويطيب، يعني ماشي يطيب 100% وانما غير واحد نص طيبه على هذا الشكل هذا لما يطلق الماء ديالو. وفي نفس الوقت غناخذ واحد الملعقه كبيره، غنهز المرق واحد الجنيب بهذا الشكل هذا، وندير فوق بطاطا، يعني ما خصهاش تبقى لينا واخده لينا هذا اللون، ضروري نديرو فوق منها المريقه باش حتى هي كتشرب لينا المريقه وتجي لذيذه بزاف. بقاو نهزو بهذا الشكل ونديرو فوق بطاطا، يعني كل مره نحلو الطاجين ديالنا نحدو يعني طالق لينا هاد المريقه، نهزو ونديرو فوق بطاطا بهذا الشكل هذا. كيف ما شفتو كناخذ المريقه وكنديرها من جميع الجوانب، يعني من فوق بطاطا ودابا غنغطي الطاجين ديالي ونخليه حتى يطيب، يعني حتى يطيب ما يبقالوش بزاف، يعني ماشي تيطيب بزاف مره وانما
يبقى ناقصو غير واحد شويه في الطياب، غنضيفو الزيتون الاخضر. هانتوما كيف ما شفتو الطاجين ديالنا يعني راه قرب يطيب، يعني نقص منو هذيك المرق اللي فيه، وفي نفس الوقت يعني ما بقالوش بزاف على الطياب. دابا غنضيف له الزيتون الاخضر، نضيفوا الكميه كذلك اللي حبيتو، غندير مع الجوانب ومن الفوق. ومن بعد ما غنضيف الزيتون غنزود كذلك واحد شويه ديال المريقه وغنضيفها من الفوق. كيفما شفتوا الطاجين ما درتش فيه الماء نهائيا، راه غير كيطيب ليا على نار مهيله، يعني البصله كتطلق الماء، الدجاج كيطلق الماء، الخضره البطاطا كتطلق الماء، يعني راه ما درتش الماء نهائيا. غنهز القليل ديال المرقه ونضيفها من الفوق على هذا الشكل هذا، وغنغطي الطاجين ديالي ونخليه يكمل طيابه. يعني راه ما بقاليش بزاف، بمجرد غادي نشف ليا من الماء او من هذا المرق غدا نطفي عليه وغادي يكون الطاجين ديالي واجد. وانتم اخواتي الطاجين ديالي دابا راه واجد، غنطفي عليه النار وغنحطو نقدمو ان شاء الله. وانتم اخواتي الطاجين ديالي من بعد ما وجد، خديت القليل ديال القزبر اللي قطعته مزيان مزيان، وقزبر طري غنديرو من الفوق بهذا الشكل هذا اللي كيبقى حتى هو اختياري، نزين به من الفوق اللي كيزيد لينا واحد المنظر جد رائع، وبنفس الوقت هو طري فيه واحد الرائحة جد رائعة. طاجين سهل ماهر في التحضير ديالو، كيوجد بسرعة ومحبوب المغاربة كلشي كيعشقو. نتمنى من الله لأنكم تجربوه بطريقتي، وأكيد غادي ينال الإعجاب ديالكم. شوفوا الدجاج كيفاش كيجي، وكذلك بطاطا تبارك الله طايبة، طاجين لحقو طريقو. نتمنى من الله ينال الإعجاب ديالكم، والسلام عليكم.